السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات. لا فيديو تاع اليوم جيتكم بتحلية خفيفة وظريفة وبنينة بالبزاف. كرام ديسار على طريقة بنينة راح تكون صنع منزلي بزوج ادواق مختلفين كما بنينة اللي نشروها من برا، لكن ما نقولكمش الوصفة احسن منها ولا تنافسها، مي راح نلحقوا النتيجه بزاف هايله، بنينه وقوام بزاف رائع رائع رائع. ان شاء الله تتبعوا معنا كامل لا فيديو، تشوفوا المقادير طريقه التحضير، وعلى بالي راح تعجبكم ان شاء الله. الوصفه هذه كنت جبتها من عند اخت من الاخوات، عندها قناه في اليوتيوب، هي على كل حال فاميليا ماشي برانيه، كل يوم تقول لي راني نديرها لولادي راني نديرها. انا سيتها بذوق واحد، لقيت باللي قوام مليح بنه رائعه، قلت علاش لا نزيد نشري كسرونه واحده اخرى نشري فوي، باسكو الوصفه هذه تحب زوج كسران على فوا مع زوج لي فوي باش الوصفه راح تكون كيما بنينا اللي نشروها من برا. اليوم مادام سهلت الامور قلنا نديروا الوصفه مع خوتي خياتي العزاز، نعطوا لهم المقادير طريقه التحضير ونشاركوا معكم الوصفه وان شاء الله تعجبكم. بالنسبه للاخت هذه لافامي نتمنى انكم تدعموها، راح نخلي لكم رابط القناه تاعها في صندوق الوصف وان شاء الله تدعموها خوتي خياتي العزاز. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. الله على بركه الله. هنا بالنسبه للمقادير واش راح نحتاجوا، عندنا لتر تاع حليب، انا هنا راني قاسمها هنا 500 مليلتر وهنا 500 مليلتر. راح نبداو بالذوق الفاني، راح يكون فاني ونكهه الكراميل. 500 مليلتر تاع حليب، زوج صفار تاع البيض، هنا عندي عطر الكراميل راح نديرو منه شويه، هنا عندي فانيلا سائله، وعندي 30 غرام تاع النشا، ملعقه تكون كبيره معمره ونزيدو لها شويه 30 غرام. هادو هما المقادير تاع الفاني. وعندنا 50 غرام تاع السكر، هنا كاين 150 راح نمدوه للفاني، 50 راح نمدوه للشوكو. هنا نجوزو للشوكولا، واش راح نحتاجو؟ 500 مليلتر تاع حليب، زوج صفار بيض، هنا عندي ملعقه تاع الكاكاو فيها 10 غرامات، هنا عندي النشا 20 غرام، هنايا في الاولى درت 30 وفي الدوزيام درت 20، علاش؟ لاني راح نضيف كميه صغيره تاع الشوكولا حوالي 40 حتى 50 غرام. هادو هما المقادير اللي حنحتاجوهم في الوصفه تاعنا. وكيما قلت لكم مقبل لازم لنا زوج كسارن كيما راكم تشوفوا، زوج كسارن وزوج ريفوي، علاش؟ الوصفه هذه يطيبوا في زوج على ضربه ويتفرغوا في زوج على ضربه باش نتحصلوا على هذاك الشكل. وبالنسبه لرامكا هادو هما لي رامكا اللي راح نستعملوهم، يجي نصف شوكولا ونصف فاني بالكراميل، وصفه خفيفه وظريفه على طريقه ابنينا، لكن ما نزيدوش عليها ونقول لكم راح نفوتوا الوصفه هذه. التحليه راح تكون خفيفه وظريفه وبسيطه، ان شاء الله نشاركوها معكم وتعجبكم. هكذا بعد ما عرفتكم كامل على المقادير نجوزو مباشره الى طريقه التحضير. هنا اول حاجه راح نجيبو طاس كيما راكم تشوفوا، هنا راح ندي 50 غرام تاع السكر تاعي اللي راح يكونوا زوج ملاعق كبار. هكذا ال 50 اللي بقات راح نخلوها نتاع الشوكو. واش نديروا؟ نضيفوا عليها النشا قلت لكم 30 غرام، ملعقه تكون معمره مليح ونزيدوا لها شويه. هنا واش راح نديروا؟ راح نضيفوا عليها 500 مليلتر تاع الحليب، نضيف عليها هذوك الزوج صفار تاع البيض كيما راكم تشوفوا. هنا واش راح نديبو؟ راح نجيبو عطر الفانيليا نديرو قسم ملعقه صغيره كيما راكم تشوفوا. هكذا اللي ما تكونش عندهم توفره يقدر يدير بودره عادي. وهنا راح نديرو ذوق الكراميل، نديرو غير شويه ها هكذا تكفي. هنا واش راح ندير؟ راح نجيب لو براميكسور ونمكسيوهم كامل كيما راكم تشوفوا. هنا المكونات تاعنا كامل راهم مخلطين، نجيب الكسرونه تاعي ونفرغوهم. الخليط تاعنا راه واجد راهو في الكسرونه، راح نخلوه اكوتي في نفس الطاس بلا ما نغسلوه ما والو. راح نضيفو 50 غرام تاع السكر، نحط الحليب الشوكولا المايزينا الكاكاو، ونحطو كامل المكونات ونجو نمكسيوهم كيف كيف. هكذا بعد ما حطينا كامل المكونات نزيدو نجيبو لوبرا ميكسور ونتكلو على ربي. الخليط تاعنا تاع الشوكولا راهو واجد، نزيدو نجيبو الكسرونة تاعنا التانية ونفرغو كامل الخليط. هكذا نزيدو نجيبو الفوي تاعنا. بالنسبة لهاديك الشوكولا إلا ما ترحتلكمش مليح عادي راح مع النار تزيد دوب ودوب بطريقة رائعة. كيما راكو تشوفو هنا المكونات تاعنا راهم واجدين، الشوكولا فاني
في الكسرونه تاعهم زوج ليفوي، هنا نجوزو ديريكتومون للنار نحطوهم على ضربه كيف كيف. صارن تاعنا في زوج النار نسيو نديروها لو ماكس كيف كيف، النار تكون قليله، ليفوي تاعنا راهم واجدين، والتحريك راح يكون مستمر ويكونوا على ضربه باش يطلعوا في زوج بطريقه واحده. وكي نجو نفرغوهم نفرغوهم كيف كيف على ضربه واحده، هنا نروحوا معاهم غير بالعقل. هنا هايديك الشوكولا تاعنا بدات تغلي، هنا واش راح نديرو؟ راح نطفيو عليها، نزيدو الفاني تاعنا كيف كيف راهو يغلي، نطفيو عليه. هو القوام اللي نتحصلوا عليه، هنا راني نطفي عليهم، هذا هو القوام تاع الشوكولا. هنا واش راح ندير؟ راح نحي الفوي ونجوزو ديريكتومون باش نبداو نعمروهم كيف كيف. اللي راح نعمر فيهم دوك نجيبو الكسران تاعنا ليه ليه ونبداو نعمرو، ما تطولوش عليهم باش ما يبردو لكمش في الكسرونه. ها مليك نجيب الكسران تاعي بهالطريقه ونبداو نعمرو. اصبر نبدلها من هنا خير باش تسيح هنايا. هنا واش راح نديرو؟ نرموها هكذا على ضربه. سيو كيفاش ما نخلو حتى وحده تغلب وحده، نزيدو هنايا بهالطريقه. بهالطريقه كيما راكو تشوفوا بهالطريقه تماما. لو كان تشوفوا في الاولى تقول الفاني غلبتني شويه، هنا نزيدو نعمرو الثالثه نفس الطريقه، ما نخلوش الفاني يغلبنا، نروحو معاهم كيف كيف. مليك بعد ما عمرتهم شوفوا كيفاش يخرجوا بطريقه بزاف هايله. نتوما كي تكونوا في الدار سيو كيفاش تخدموا ليه ليه. دوك انا كي لتيت مع الخدمه ومع الكاميرا نشوف كيفاش العقليه تقول لي زربوك. نتوما في الدار خدموا بعقلكم، شدوا الكساره ليه ليه، كونوا موجدين لي رامكا تاعكم وسيو رموا بنفس الكميه باش يخرجوا لكم كامل هكذا متساويين. بالنسبه للكميه تاع الشوكولا هاي اللي خرجت لي 4 مع لافاني، الشوكولا خلصت وبقى لنا الفانيز نعمرناهم هكذا وحدهم بطريقه بزاف هايله خفيفه وظريفه. هنا واش راح ندير؟ راح نخلوهم يرتاحوا، نغلفهم بابي فين، ندخلهم للثلاجه يبردوا ونجو نشوفوهم كيف كيف. اذا كما راكم تشوفوا اخوتي خياتي العزاز هاي ليك التحليه تاعنا كريم ديسير بنينه بعد ما بردت القوام تاعها كيفاش شد روحو. دوكا نفتحوا نشوفوا بنينه، شوفوا كيفاش نلقاوها بهذه الطريقه، وصفه خفيفه وظريفه. هنا نجو نشوفوا الوصفه تاعنا، شوفوا القوام طريقه بزاف هايله خفيفه وظريفه وبنينه بالبزاف، تقدروا ديروها للدراري في اي وقت. الوصفه بزاف هايله ان شاء الله تكون عجبتكم. اهنا ما بقى لي نقول لكم غير بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم. الى اللقاء.